تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. معانا في التنسيق اليوم ميرا الغفلي، وفي الإخراج عيسى سبيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا اليوم دكتورة بدرية الحربي بشاركني التقديم. فصبحت الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور، صباحكم حب وسعادة محمود ومستمعينا الأعزاء مستمعين نور دبي، واتمنى اليوم حلقتنا تنال إعجابكم إن شاء الله يا رب. دكتورة قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة خلينا بس نطرح سؤال حلقتنا اليوم ونذكر المستمعين بأرقام الهواتف معنا للتواصل المباشر 600-55-1414، وسؤال الحلقة على 4006. وش يقول السؤال؟ إنزين مستعدين للسؤال؟ سؤال وايد سهل. التخلص من جفاف الفم لمرض السكري: 1 شرب الكثير من الماء، 2 شرب الكثير من العصائر، 3 ما تسوون شيء، لا تفعل شيئا. يلا جاوبونا على الرسائل النصية 4006. الإجابات على السؤال فقط على 4006، مب على الانستغرام بس على 4006. أيضا ما دام نحن بنطاري الانستغرام وسائل التواصل الاجتماعي، معانا عبر الهاتف أسماء الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة في دبي. صبحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور. صباحك النور والسرور يا أسماء. صباح النور دكتورة. خبرينا يا أسماء اليوم شو عندكم؟ ملخص من الأشياء اللي راح تصير اليوم واللي صارت أمس. الحين حاليا في مثل حملة تثقيفية للوقاية من الحوادث المنزلية في مركز إخواني الصحي، وهذا مستمر لين الساعة 1. الحوادث المنزلية؟ الحوادث المنزلية قسم الأطفال صحة الطفل مسوين فعالية كيف أولياء الأمور يقدرون يحضرون على عيالهم من الحوادث اللي تصير في البيت مثل الكهرباء مثل. والله هالموضوع وايد مهم، خاصة أن الحوادث المنزلية إذا توافقين الرأي من أكثر الحوادث اللي تستوي في المنزل، صح؟ تأرق الأم والأبو، صحيح، وخاصة حوادث السقوط الانزلاق هذه والتعثر. ومثل ما نعرف أن بعد حوادث المنزلية هاي السقوط تعتبر ثاني من أهم الحوادث بعد حوادث السير طبعا والطرق اللي تؤدي إلى الوفاة. بعد هاي من الإحصائيات. وبعد أننا سيتم فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي، وايد كانت وصلنا أسئلة على السوشيال ميديا أن متى راح يبدأ، متى راح يكون. هو راح يبدأ التسجيل من تاريخ 15 ل 29 يونيو وبس. على وفي أرقام للاستفسار اللي هو 0429-7664، اللي حاب يستفسر يقدر يتواصل مع هذا الرقم. جميل، يوصل الدوام الرسمي. شو رسالتنا الإيجابية؟ رسالتنا الإيجابية، بس أول شيء أحب أبارك لفريق قسم الأسنان أنه فاز ببطولة رمضانية الخاصة في الهيئة. مبروك.
زين. واخر شيء يعني الاداره العامه اخذت البطوله 3 مرات، لا حد قال لنا مبروك، لا حد قال لنا ما ادري شو، لا حد اعلن في الاذاعه. الحين فريق الضروس يستاهلون مره واحده خلاص اشوف ما شاء الله التهاني من كل مكان. مع سؤال المسابقه تفضل يا تسلمين يا اسم. اردت النجاح فعليك ان تستفيد من الفشل وتستسلم عند العقبات، فكل ما كانت ارادتك اقوى كان نجاحك اقرب. ممتاز. مشكورة يا أسماء. مشكورة يا أسماء. إذن يا ريت يسوونها في كل المراكز الصحية إن شاء الله. يا جماعة الجواب ما نبغيه على الإنستغرام، نبغى في على الرسائل النصية. يا جماعة 4006 4006 هناك بتكون الإجابات. دكتورة يقول لك لبن الزبادي قد يشكل بديلا طبيعيا لتخفيف أعراض الاكتئاب. دراسة أمريكية حديثة تفيد بأن لبن الزبادي يمكن أن يكون بديلا طبيعيا لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف أعراض الاكتئاب بدلا من الأدوية التقليدية. هذه الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة فرجينيا الأمريكية، حيث راقب فريق البحث مجموعة من الفئران، وجدوا أن الفئران التي تناولت الزبادي زادت لديها مستويات البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي وتدعى شو يسمونها دكتورة؟ البروبيوتيك. ونتج عن ذلك تحسين الحالة المزاجية وتخفيف أعراض القلق والاكتئاب. واقترح القائمون على الدراسة أن يتم تناول الزبادي كعلاج بديل لأدوية الاكتئاب. شو تعليقك دكتور على الخبر هذا؟ والله خبر يعني غريب شوية وفي نفس الوقت يعني عليكم بالزبادي. مثل ما احنا نعرف يعني ان اصلا الزبادي له اصلا فوائد ثانية، منها هي تعزيز المناعة، ان خاصة البكتيريا الجيدة اللي فيها تحسن من الجهاز المناعي. مثل الفوائد الثانية بعد مثل ما كنا نعرف اذا صارنا اي عسر في الهضم او اي مشاكل في الهضم دائما يقول لك خذ زبادي، صح؟ لانه يسهل الهضم وحتى البكتيريا الجيدة اللي فيه تساعد ان يعني تحل لنا المشاكل هاي. الشيء الثالث بعد مثل ما نعرف بعد الزبادي الأهمية في الوقاية من هشاشة العظام، لأنه يحتوي خاصة اللي يحتوي على فيتامين دال وعلى الكالسيوم. وبنفس الوقت حق الناس اللي يبون ينزلون وزنهم ينصحونهم دائما بالزبادي اللي هو قليل الدسم، لأن فيه بعد نسبة يعني من الأحماض الأمينية اللي تساعد على حرق الدهون في الجسم. طبعا هي في عدة يعني فوائد له، بس هاي الفايدة أنا صراحة أول مرة أسمع فيها وشي زين يعني. أو دكتور عموما أي شيء بتحطينه في بطنك يعدلك المزاج. إيه صح، أنا أوافق الرأي. وأحسن طريقة يعني يعني تخلص من الاكتئاب يعني. نافعة. زين دكتورة، يعني أثناء الحوار مع أسماء أنت تطرقتي لموضوع وايد مهم اللي هو موضوع الحوادث المنزلية، وذكرتي بعض الأرقام والإحصائيات. هنا أبغي أتحدث عن الحوادث المنزلية على عجالة. شو أبرز الأشياء اللي تبغين تقولينها لأولياء الأمور، للأم عن كيفية رعاية أبنائهم من هذه الحوادث؟ احنا طبعا مثل ما ذكرت انا انه من اهم الحوادث المنزليه، ففي لها اسباب الحوادث الانزلاق او السقوط او التعثر في المنزل. من اهم الاسباب هذه اللي مثلا اذا كانت الارض مبلله، اذا كان مثلا حطينا الطفل في مكان مرتفع مثلا على السرير او على طاوله وبدون ما ناخذ بالنا عليه، اذا كان المكان اللي احنا فيه مثلا الاضاءه غير كافيه ممكن تؤدي ان احنا نتعثر بشيء، ننزلق مثلا النوافذ او الشرفات، خاصة إذا مثلا إذا ما عليها مثلا حواجز معينة. وبعد في شيء نقطة وايد مهمة هي الأغراض وألعاب اليهال. دائما إحنا نحاول نرتبها بالمنزل، ما تكون يعني بطريقة مبعثرة، لأن هاي بعد تسبب سقوط يعني. الشيء الثالث بعد في وايد مثلا حوادث تصير بسبب تعثر بالسجادة، يعني إذا كانت السجادة يعني مو بمرتبة بطريقة معينة مثلا. ففي خطوات معينة احنا لازم ناخذ بالنا منها، وهي وايد سهل وكل حد يعرفها بس احنا نحب نذكر الناس فيها. مثلا دائما احنا نحرص ان احنا نغلق ابواب البلكونات او نحاول نحط الحواجز على النوافذ اللي هي يعني
تتفق مع الاشتراطات السلامة، ها شيء وايد مهم. الشيء الثاني مثلا نتجنب نحط الأثاث والكراسي والطاولات قريبة من هالبلكونات أو قريبة من هالنوافذ، لأنه ممكن الطفل يصعد وممكن يعني يسقط، صح؟ الشيء الثالث مثلا أي ألعاب للطفل أو أي أشياء نحاول نبعدها عن السلالم، عن الأماكن، الحواف، على الممرات مثلا، ونحاول دائما نرتبها. بعد نتجنب بعد ان احنا نوضع الاثاث اللي فيه اطرافه حاده مثلا على في الممرات. بالاضافه واهم اهم اهم نقطه، دائما نراقب الاطفال يعني بصوره مستمره، لان تذكروا ان الحوادث الاطفال ممكن تصير باي لحظه في انشغالنا. طبعا احنا دق جرس البيت مثلا واحنا سارين بس بنفتح ممكن يتعرض الياه لحادث، تكلمنا بالتليفون مثلا حتى لو لثانية ابدا. يعني الواحد اذا عنده طفل في البيت ما يعطي كل الامان، ولازم يامن للمكان اللي هو قاعد فيه، لازم ياخذ باله لان الحوادث ممكن تصير باي لحظه. فيا جماعه الخير، احنا نتمنى لكم السلامه ونتمنى لاطفالكم بعد السلامه، وان شاء الله يعني الله يقينا شرح الحوادث. امين يا رب. دكتوره قبل ان نطلع الفاصل نذكر بسؤال المسابقه. زين، سؤال المسابقة مثل ما قلنا سؤال وايد سهل، وهو عن كيفية التخلص من جفاف الفم لمرضى السكري. 1 شرب الكثير من الماء، 2 شرب الكثير من العصائر، 3 ما نسوي شيء، لا تفعل شيئا. انزين، فممكن ترسل رقم الإجابة مع الاسم الثلاثي مع رقم تليفونك إذا حبيت، وإذا ما حبيت بعد كذلك بيطلع الرقم من الكمبيوتر. هذه الإجابات نستقبل على 4006 4006. بس الإجابات ما مناخذها على الانستغرام، لأن في عندنا سيستم إنه هو اللي يسحب على اسم الفائز. نحن ما نطلع فاصل يا عيسى، وبعد الفاصل إن شاء الله ما نتكلم كذلك عن الصيام والأطفال. بيكونوا معنا في الاستوديو دكتور أحمد عبدو، أخصائي أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة، وأيضا بتكون معنا اختصاصية التغذية بمستشفى لطيفة لميا عبد الرحيم. فاصل راجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا قبل الفاصل وعدناكم لما نتكلم عن الصيام والأطفال، تغذية الأطفال والصيام. معانا في الاستوديو الدكتور أحمد عبدو، أخصائي أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة، وأخصائية التغذية لمياء عبد الرحيم مصطفى. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام. صباحكم الله بالخير دكتورة. قبل لا ناخذ تفاصيل هذا الحوار، خبرينا بسؤال الحلقة وخلينا نذكر بأرقام التواصل. إنزين، سؤال الحلقة يقول: التخلص من جفاف الفم لمرضى السكري. 1 شرب الكثير من الماء، 2 شرب الكثير من العصائر، 3 لا تفعل شيئا. الجواب وايد سهل، وراسلونا على الرسائل النصية 4006. هنجاوب ولا شو؟ لا، بس بنذكرهم بعد كذلك اللي حاب يتواصل معانا على موضوع الحلقة اليوم على 6005514114. موضوعنا عن الصيام والأطفال. كنا قبل الفاصل وأثناء الفاصل نتحدث عن سلامة الأطفال بشكل عام، ولكن الآن يعني ما نتحدث بالتفصيل عن الصيام بالنسبة للأطفال. دكتور، الفئة العمرية المناسبة للبدء بالصيام، يعني متى ممكن نبتدي نعود الطفل على الصيام؟ ونبتدي نتعود طفل على الصيام بتختلف من طفل لطفل ومن بيئة لبيئة، بس عامة كمعدل متوسط نبتدي من حوالي سن 7 سنوات. نبتدي نعود الطفل تدريجيا
على الصيام. يعني يصوم للساعة 12 وحدتي بالضبط كده، ممكن أول مرة يصوم لغاية صلاة الظهر لمدة 10 أيام مثلا، بعد كده ممكن 10 أيام أخرى لغاية صلاة العصر، وإذا عنده القدرة والطاقة ممكن يكمل لغاية صلاة المغرب. زين، يعني مثل ما نقول يعني التدرج في الصيام شيء وايد مهم للأطفال صح؟ التدرج مهم شيء جدا، والقدوة من الأهل يعني لازم التشجيع يعني التشجيع والقدرة وقدرته هو نفسه من الناحية الصحية والنفسية والبدنية، وده شيء مهم. إنزين دكتور، يعني إحنا كنا بيوتنا يعني أطفال وأعمار مختلفة، يعني إحنا مثل ما قلنا إحنا نتدرج وياهم ونحاول نشجعهم، بس مثلا متى إحنا يعني هم صايمين نقولهم متى يعني متى ننهي صيامه، أو نقولهم يجب عليك إن أنت تفطر مثلا؟ هو في أي إنسان صايم بيبقى معرض لحاجتين، إحساسه بالشبع، إحساسه بالعطش، لكن في علامات ما نقدرش ننتظرها، مثلا لما نسبة السكر تنزل فيها عشان نقول له افطر، ففي علامات إكلينيكية اللي هي ممكن الطفل يشتكي منها أو الأم أو الأب ممكن يلاحظوها. فلو الطفل حس إن هو غير نشيط وحصل له مثلا زي زغللة في عيني أو ارتجاج في إيديه، أو حس بدوخة أو صداع، أو ابتدى مثلا يحس إن عرق، هو قاعد هو جالس طبيعي مفيش حاجة لكن عرقان وعرق فيه برودة، فمن حاجات دي بتدل على بداية هبوط السكر في الدم. لا يجب أن ننتظر لما تحصل المشاكل الأخرى اللي هي تدل إن في نقص في السكر، مثلا زلقي ووجع البطن أو لقد الله الغيبوبة، فلازم نتوقع قبل حدوث هذا الشيء لازم. طيب دكتور، شو هي المخاطر اللي ممكن أن تصاحب يعني الطفل أثناء صيامه؟ شو هي المخاطر الصحية اللي ممكن الطفل يواجهها؟ هما الحاجتين الرئيسيتين، لإما نقص السوائل في الجسم وده، أو نقص السكر، هم دول الحاجتين العاملين الأساسيين. فالسوائل نقص ممكن تدخل طفل في جفاف وممكن يبقى ليه عواقب، أو نقص السكر وده برضو شيء غير محبس. زين الحين احنا ذكرنا ان يعني التدرج، الحين اخت لميا لو بغينا نسأل يعني شو أهمية ان احنا نخلي الأطفال يعني ياخذون وجبة السحور مثلا عشان ان نعودهم ان وجبة السحور وايد مهمة، مثل ما وصلنا رسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فأن في السحور بركة. ليش؟ لأن أول شيء يقوي الصائم وقت النهار، ويخلي يعني نشاط وقت النهار عشان بس يكون في طاقة وياخذ كربوهيدرات معقدة اللي هي مثل الشوفان، النشويات، الشوفان، القمح، الشعير، هالأشياء. هذه أول شيء. بعدين يمنع حدوث الصداع مثل ما قال الدكتور، أو الحدوث انخفاض السكر في الجسم، هذا كله تأثيره يرجع لأهمية السحور. ثالثا ونقطة فعلا مهمة، يخفف بالشعور بالعطش. رابع شيء، يساعد على تشغيل المعدة وهسر الهضم عند الطفل. إنزين الحين أنا بقول لكم من تجربتي، أنا يعني بنتي عمرها 10 سنوات، غالية الله يخليك. إنزين غالية يوم أي أوعية حق السحور ما ترضى يعني تقوم، وفي نفس الوقت يوم بتنش ما تاكل شيء، ما أعرف شو أعطيها، يعني شو الشيء المناسب في هالعمر يعني نعطي الأطفال إنزين يعني كسحور وتخليها مثلاً ممكن تصوم اليوم الثاني. إنزين أول شيء حاولي أنت قبل ما هي تنام حاولي تشجعينها اللي بيقوم بالسحور، يعني هي بعدها يعني 10 سنين حقلنا مثل ما قال الدكتور أحمد، 10 سنين هاي بداية إن هي تبدأ تصوم فيها، إن أوكي اللي بيتسحر يومين ثلاثة له جائزة، اللي بيتسحر أكثر له، تحفزين والله فكرة حلوة هذه، تحفزين الطفل إنه هو يقوم يتسحر. ودائما ذكرينا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تسحروا فإن في السحور بركة، فعرفوا إن في السحور لازم فيها شيء إن هي تعطينا طاقة، تعطينا مناعة إن إحنا نجلس طول اليوم بطاقة. إنزين شو أنواع الأكلات مثلاً اللي ممكن إحنا نعطيهم الأطفال مثلاً شيء يكون مغذي لهم يعني؟ إنزين أكثر شيء يكون مغذي للأطفال عند الخضروات والفواكه، يعني هل هي سريعة وفيها فيتامينات، فيها معادن إن الطفل يروم ياخذها بسرعة ويرد يكمل الرقادة، يعني الطفل أخص شيء إنه توعين من الرقادة. صحيح. إنزين كملي. إنزين مثل شو الخضروات والفواكه؟ أشياء تكون مثل غنية
بالمعادن بالسوائل، يعني كثرة السوائل اللي فيها وايد بتساعد. الخضروات مثل شو عندك؟ عندك البروكلي، السبانخ، القرنبيط، الخيار، الخس، الطماطم. صح وايد أطفال ما يحبون الطماط، بس حاولي تشجعينهم. الطماط بيخليك حلوة، تغدو غزوز، غزوز حمراء حلو. في الياهل بيتشجع. وشو بالنسبة للحبوب الكورن فليكس والأشياء هذه؟ هاي مهمة، تساعد وايد، خاصة يوم بتعطينها هالأشياء، تعطينها أشياء مع حليب. مع الحليب يكون حاولوا قد ما قد الإمكان الطفل ياخذ كاسين لثلاث كاسات حليب من وقت الإفطار لوقت السحور. طيب الحين تكلمت على السحور وسهبتوا في هذا الموضوع. زين الفطور، المشكلة ان هذا الطفل طول اليوم صايم، اذن ما يبغى الاكل قدامه، وين ما يبغى ياكل، يهجم على الاكل. لا مساكين ياكلون. يهجم على الاكل، ما فينا هذا، ويهجم بطريقة يعني ممكن تضره. زين الام لازم يوم تختار اكل الطفل لازم تختار الاكل بعناية ان تسد احتياج الطفل. يعني تعرفين المائدة مالتنا شو فيها. انزل. يعني ما في داعي كل البيت هريس القيمات ثريد عيش ولحم سمبوس وما ادري كل هذا. وتشوفينهم اول شيء على البيمتو على طول على القيمات. انزل. يعني أي. ما في يعني كيف ان نحاول نعلمهم ان تاكلون اشياء مثلا الشوربه اول شيء والسلطات اول شيء. ها بعد تحفيز ويقلدونكم، دام شافوكم انتم تسوون هالشيء هم يسوون نفسكم. تفين الياهل في العمر يحب يقلد لجدامه. اول شيء انا بسويه باكل تمر، يلا كلنا بناكل تمر، يلا كلنا بنشرب الحليب او بنشرب ماي مثلا، او حتى تعطونهم عصاير، بس عصاير تكون فريش ما تكون فيمتو ولا العصاير محله. ليش؟ لان تكون فيها الوان وفيها سكريات عاليه، تضرنا هاي اكثر منها تنفعنا. صحيح. زين نحن نطلع فاصل دكتورة، قبل الفاصل خلينا نذكر بسؤال المسابقة. زين سؤال المسابقة يقول التخلص من جفاف الفم لمرضى السكري: 1- شرب الكثير من الماء، 2- شرب الكثير من العصائر، 3- لا تفعل شيئا. الجواب على الرسائل النصية 4006. 4006. وأيضا اللي حاب يتواصل معانا إن شاء الله بعد الفاصل على الأرقام 600551414 ويتواصلوا معانا يعني إخوانا الأطباء دكتور أحمد عبدو أخصائي أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة، وأيضا أختصاصية التغذية لميا عبد الرحيم. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. سؤال حلقتنا اليوم شو يقول دكتورة؟ التخلص من جفاف الفم لمرضى السكري: شرب الكثير من الماء، شرب الكثير من العصائر، لا تفعل شيئا. الصراحة أنا بجاوب. لا تجاوبين الله يخليك، يعني حين من صعوبة السؤال الله يهديك دكتورة. عندنا ربع ساعة تقريبا، ربع ساعة ومنوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال. طيب كنا قبل الفاصل نتحدث مع ضيوفنا في الاستوديو اختصاصية التغذية بمستشفى لطيفة لمي عبد الرحيم، وأيضا دكتور أحمد عبدو أخصائي أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة. موضوعنا الرئيسي هو الصيام والأطفال وأيضا تغذية الأطفال أثناء الصيام. دكتور تحدثنا عن أهمية التدرج في الصيام بالنسبة للأطفال، يا ترى ما هي الحالات التي لا يسمح للأطفال أنهم يصومون؟ الحالات التي لا يسمح الأطفال بالصيام بها هي عدة أمراض اللي مبدئيا بتعتمد إذا كان بيأخذ أدوية بكثرة فلا يستطيع، أو بطريقة دورية فلا يستطيع إيقافها، أو أنه المرض في جسمه لا يستطيع أن يتحمل نقص السكر لفترة طويلة. لكن عامة لذا يعني هذا ليس شيء 100% لكل الأطفال، ولكن الأطفال التي لازم ناخد بالنا ونحطهم في الحسبان هي الأمراض المزمنة زي أمراض الكلى وأمراض السكري
وبالذات اللي هو تايب 1 اللي هو النوع الاول. وفي بعض امراض الدم المزمنه مثل الانيميا المنجليه واحيانا الثلاسيميا، وطبعا الاورام لانهم بياخدوا ادويه بصفه مستمره، وفي بعض الامراض التي تحتاج ادويه بصفه مستمره زي ده اللي هو سيستيك فايبروزيس اللي هو التليف الكيسي. الى جانب طبعا الاطفال الذين لا يصومون لو جالهم حاجه حاده مرض حاد لمده يومين ثلاثه اربعه يعني هاي الحالات اللي احنا نمنع فيها الصيام. بس انت تعرف مثلا اذا كانوا شايفين اخوانهم يصومون وهذا شو هم يقولوا لا نبغى نصوم وهذا شو نسوي في هالحاله مثلا؟ هو المفروض لازم يكون في اعداد جيد قبل رمضان، يعني وبالذات لبعض الامراض ومنها السكري اللي هو النوع الاول لازم يبقى في اعداد جيد، يعني نهيئهم ان انت لازم اولا يزور الطبيب وقصه التغذيه واعدادهم قبل رمضان بعمل بعض التحليلات لمعرفه طبيعه تحكمهم في مثلا مرض السكري. فبنقيس لهم المفروض بيجوا نعمل لهم تحاليل ونشوف في اخر 3 شهور قبل رمضان اخبرهم هل جالهم هبوط في السكر، هل لا قدر الله جالهم غيبوبه. وبنعمل طبعا بعض التحليلات منها اللي هو السكر التراكمي، فده بيدلنا على متى تحكم الطفل للعلاج وكل حاله تختلف عنه بالضبط. طيب دكتوره لميا في سؤال يقول هل الكورن فليكس مناسب للسحور بالنسبه للاطفال؟ ليش لا، هي نعم مناسب، بس مثل ما قلنا نضيف له كوب حليب عشان بس يكون غني بالكربوهيدرات وبالكالسيوم. جميل. في سؤال يقول طيب أنا كيف أحمي ابني من العدوى وأنا مزجمة؟ ممكن يجاوبنا دكتور؟ هو المفروض يتجنب يعني المخالطة القريبة منه، عدم التقبيل المباشر، على الأقل يبقى في مسافة بينه وبين الطفل من 2 إلى 3 متر، عدم استخدام أدوات 2 إلى 3 متر؟ يعني ما تصوبه؟ لا يفضل يعني حتى لأنه حسب نوع الميكروب، لأنك لا تعرف ما هو نوع الميكروب. صحيح. تاني حاجة نتجنب نختلط بالأدوات بتاعته اللي هو اللي بيخرجها، ممكن نحطها في مكان ونتخلص منها، ويبقى لنا كل أدواتنا زي المناشف تبقى بعيدة عنه. انزين، هذا بالنسبة إذا كانت الأم أو الأبو هو المريض، لكن إذا كان الطفل هو المريض. الطفل هو المريض ممكن نلبس الأقنعة بحيث إن احنا ما نتعديش منه، ونحافظ على الأدوات المحيطة به، ودايما غسيل اليدين والأدوات اللي تستخدم في الأكل أو للطهو أو لعطاء الأدوية تكون دايما يعني تحاول بس في النهاية بلن يعني تتعادون صح؟ بس تعتمد ما هو العدوى بتبدي مناعة ممكن خاصة إذا الأطفال يعني. يقول السلام عليكم، جزاك الله خير دكتورة لميا على المعلومات الغنية، استفدنا من نصايحك الغالية، ولدي بدأ يتشجع على تناول السحور من خلال تشجيعي له. أم محمد، تعرفين أم محمد؟ لا ما أعرف. تقول أنت شجعتيها. زين. عيال دكتورة بالنسبة مثل ما ذكرنا عن السحور، وجبة السحور احنا ذكرنا شو الأطعمة اللي الطفل لازم يتناولها. زين، متى أنسب وقت إن مثلا نوعيهم للسحور؟ الساعة كم مثلا؟ زين، بعد مرة ثانية بقولكم نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زالت أمتي بخيرا ما زالت أمتي بخيرا ما عجلوا الفطورة وأخروا السحور. إنزين، عيد الحديث دكتورة وجربي من المايك الله يخليك. إنزين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت أمتي بخيرا ما عجلوا الفطورة وأخروا السحور. صحيح. السحور لازم يكون قبل الأذان الفير بدقائق، يعني إحنا إذن عنا قولوا 4 و5 دقائق 4 و7 دقائق، نحاول نقوم الأطفال على 3:30 4 إلى ربع نبدأ معاهم السحور، نشجعهم يأخذون، وثلاثة ونص أفضل. ليش؟ لأن في كمية أنهم يأخذون شوي أكثر من الأكل. صح، ما نقول لهم خذوا بقوليات، ما نقول لهم خذوا مش البقوليات سوري البهارات، ما نقول لهم خذوا الموالح، لأن هالأشياء تعطشهم طول أثناء النهار، بس نشجعهم على الكربوهيدرات المعقدة، ونشجعهم أيضا أنهم يأخذون سوائل كثر الأمكان. الطفل بعامة يحتاج من 1.5 لتر إلى 2 لتر الماء في اليوم، اللي هو الغلف الصغار اللي ناخذه احنا بالعادة، مش الصغار صغار اللي شوي أكبر 50 ملي، 3 لـ4 في اليوم، يعني من لتر للتر ونص، لتر ونص للترين. لتر ونص للترين. انزين، شو يعني مثلا أضرار السحور الثقيل
مثلا في ناس وايد يحطون مائدة يعني للسحور، شو أضرارها على الطفل هاي؟ إنزين، أول شيء الحموضة هاي تعب الطفل وايد، مش بس الطفل حتى الكبير. ثاني شيء قلة النوم، مشاكل طوال النوم، بعدين عدم القدرة على الاسترخاء، الشعور بالعطش طول أثناء النهار، وآخر شيء الشعور بالانتفاخ وعسر المعظم، وهاي يعني تخلي طول النهار ما مرتاح في يوم. فإحنا يعني لازم إحنا نحدد نختار الاختيار الصحيح للوجبة، مو بهي بالكثرة، هي بالنوعية اللي يأخذها. نعم. طيب دكتور، إذا ما نتكلم عن النصائح العامة بالنسبة لأولياء الأمور لأطفالهم للحفاظ على أطفالهم أثناء فترة الصيام أو حول الصيام بشكل عام، فشو ممكن نقول لهم؟ والله وفي إرشادات مبادئ عامة، وزي ما قالت الدكتورة لميا، تأخير السحور ده مهم عشان يدي قدرة أكبر وقت أكبر، وتبكير والتعجيل بالإفطار دي من الأشياء المهمة، إلى جانب أن يكون الغذاء متكامل، ويجب مضغه جيدا، لأن مضغ الغذاء جيدا ده مهم عشان يخلي الإنسان يحس بالشبع. لأن لو ما هضمش الغذاء جيدا أو خده بسرعة، فالهرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع بيتأخر ظهور، فيقعد يأكل فيمكن يخش في موضوع التخمة، فإحنا مش عايزين الطفل يخش في موضوع التخمة. وحتى في القرآن الكريم عندنا وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، وفي آية أخرى كل واشربوا ولا تسرفوا، حتى عشان نخاف من التخمة ومشاكلها. إلى جانب أن الغذاء المتكامل، التدرج في عطائه الغذاء أثناء الفطور، مثلا أن احنا ناخد مثلا تمرتين أو ثلاث تمرات، وبعد كده ممكن نريح شوية، وبعدين ياخد ممكن يشجعي يصير صلي مثلا ونرجع معها، وبعدين يروح يصلي، وبعدين ما يجي يرجع ممكن ياخد العصائر الطبيعية متوازنة السكر وليس كثيرة السكر، لأن السكر لا ينصح به، وبعد كده ممكن يأخذ شوية شوربة، وبعد كده ممكن يأخذ شو يعني كثيرة السكر؟ هذا اللي يحطون سكر مع العصير، ولا يعني غير محلل في فواكه معينة هي أصلا كثيرة السكر؟ لا، هو في فواكه مهمة أو بالذات في شهر، وإحنا في رمضان في الصيف، اللي هي زي اللي فيها المية كتير، زي البطيخ والكنتالوب. على طار البطيخ، يعني واحد من الشباب شي يقول لي والله البارحة صابتني كذا مثل الحموضة في بطني. قلت ايش؟ شو؟ وانا عارف الريال اصلا رياضي وكذا. قال لي ماكل بطيخ. قلت بطيخ ما يسوي شيء، بطيخ وايد زين. لا بس هو شو ماكل؟ قال لي انا ماكل نص بطيخه بروحي. ما شاء الله، لا ذاك الله يعطيك الصحه والعافيه. نص بطيخه، لا الاعتدال مهم. اي فاذا انا زجمت بعده هل ممكن يزجم مره ثانيه وهو مناعته اقوى؟ هذا على نفس موضوع الزجام مال الاطفال. قلنا لكم تستعادون يعني. حد يقول عادي نحن نمرض بس هم فديتهم، يعني مو مشكلة. ها عيسى، فبرنامج متميز فعلا، ولا تنسوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا بالنسبة للنصائح العامة للوالدين، ولكن الحين بالنسبة للتغذية، زين الطفل دكتورة كيف ممكن نحن نسيطر على شهية الطفل؟ وايد مسألة صعبة إنك أنت ممكن تسيطرين على شهية الطفل، خاصة عندك بعد حين في 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 عوائل يأكلون عيالهم فاست فود. إنزين أنا بقول لك ليش تحط هالأشياء قدام الطفل؟ أنت بإمكانك الوالدين هم اللي تسيطرون عليهم. إنزين بإمكانك أنت يعني الأكل أنت تشوفه صحي، تشوفه مناسب، هذا الأكل لازم تتحطه قدام الوالدين، قدام الأطفال. يعني اختيار الوالدين للأطفال الطعام لهم أهما وللطفل لازم يكون موحد، عشان الطفل يأخذ أكل صحي لازم الوالدين يختارون الأكل. جميل. إنزين الحين بعد إحنا عندنا ما شاء الله عليهم الأطفال، رمضان ولا مو برمضان تشوفون نشاطهم لعب وركض، يعني كيف هذا يعني يشكل خطر على صحتهم، خاصة إذا كانوا مثلا صايمين، فشو نسوي في الحالة؟ يعني شو بيلعب حكو بيقول أنا عطشان ولا أنا تعبان وبفطر وباكل. هو ممكن نحاول نلهي الأطفال بأشياء أخرى، يعني بنفس اللي هي الرياضة العنيفة لأنها هتشعر بالعطش، ممكن نلهي مثلا بحاجة تانية، يقرأ قصة، يصلي، يقرأ قرآن، يشارك في أعمال خيرية،
بلاش الأعمال اللي فيها المجهود البدني الشديد لأنه هي على طاري الطفولة. نحن نتذكر طفولتنا في رمضان كانت في أجواء باردة, يعني كان في مطر وكان الجو بارد. بس هذه الصغارية نتذكر أيام الابتدائية كنا نصوم, كان رمضان ممطر, نهار قصير كان. نهار قصير جدا. لكن دكتور نحن ما كملنا موضوع السكر الطبيعي بالنسبة للعصائر. العصائر الفريش اللي قليلة الحلاوة أو قليلة السكر, لأن في بعض عصائر بيبقى فيها سكر زايد وده لا ننصح به لأنه يحس بالعطش بسرعة, وبالذات لو أخذ مثل هذه الأشياء قبل في السحور لأن هي بتضر البول وبالتالي الجسم يتخلص من كمية أكبر من المياه فيحس بالعطش بسرعة. خاصة البنت اللي احنا طايحين فيها لأغاني رمضان شي ذكرنا يا بنت يا سمبوسة. صح. خاصة البيمتو, هاي البيمتو التانك هي محلة وتساعد الطفل, تساعد يعني سكر زيادة غير سكر زيادة في غير سكر زيادة في ألوان غير يعني ما ينصحون فيها. دكتورة بس شوي عشان نعرف, دائما عندي مشكلة مع الأطباء عندهم بادي لانجوج عالي فيصفعون في الماي. عموما في سؤال دكتورة أنا ما أدري إذا لك علاقة فيه, هل في خطورة على سفر الطفل عمره 8 شهور إلى أوروبا؟ ما في خطورة؟ إذا إلى أمريكا في خطورة؟ لا, ده مسافة كبيرة. إلى أوروبا في خطورة؟ هو ينصح طبعا إن الطفل والطيارة طلعة والطيرانز ده يكون صاحي ما يكونش نايم. أوكي. ونحاول نكون قبل ما يطلع الطيارة يكون يعني شبعان واخد كمية السوائل العادية. الحاجة التانية برضو هو في الطيارة ما يكونش فيه برودة, لان البرودة الشديدة مطرح المكيف مع السفر والنوم الاهل في اثناء الطيران ممكن طفل يتعرض يخش في مشاكل. والله اقولكم يا انا مكيف الطيارة هذا مليان جراثيم, اذا رقت بتنش مزجم ولا مريض يعني. عندك خبرة. واي. السلام عليكم دكتورة, شو هي الطرق اللي تخفف عن الياهل العطش وتسلمين أم عبد الرحمن؟ زين. مثل ما قلنا الخضروات الفواكه اللي هو تكون غنية بالماء, مثل عندك الخضروات مثل قلت لكم هالمعلومة قابرت بعيدها, الخيار, الخس, البروكلي, القرنبيط, بعدين الكرافس, الفواكه عندنا, البطيخ, الشمام, الموز, التمر, هالأشياء تشبع الطفل وما يتخليه يوعان. إلى جانب نمنعه من حاجات أخرى. أنا عايز أمنعها من الدقي على اللي هي المنبهات مثلا, المياه الغازية والأطعمة المصنعة بسبب العطش. أيوة, الحاجات المقليات والحاجات اللي فيها الأملاح الزايدة والبهارات, مثل اللبن. وهذا دكتور بعد لا 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 كويس. لا لا لا. أوكي. الدهون الزايدة كل ده تحاول. يقول بنتي عمرها 4 سنوات ووزنها 35, كيف يسيطر على وزنها وهي صغيرة؟ 35 كيلو واربع سنوات؟ 4 سنوات لا كتير. 35 هذا اوفر. اوفر ابوري. هذا اوفر. يعني في طفلة 35 كيلو واربع سنوات؟ في احنا شايفين في عنا عيادة في المستشفى اسمها عيادة الغدد وعيادة السمنة. تتابعها الدكتور منال مصطفى. افضل انها تتابع عندها وتراجع عندها, تسوي لها الفحوصات, واذا طلع ما في شيء بس اوفر فيدينج مثلا ولا بس افراط في الاكل تراجع عندها في التغذيه. انزين ناخذ مكالمه دكتور ابو شهد معانا. السلام عليكم ابو شهد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. صباحك النور والسرور ابو شهد, تفضل. الله يسلمك, الله يبارك فيك. والله انا دخلت متاخر بس موضوع حلقتكم اليوم عن السمن ولا على كل يعني شو عن تغذيه الاطفال والصيام, الاطفال والصيام بشكل عام, يعني كيف الاهالي يصومون في رمضان وش الاغذيه اللي مناسبه لهم. وايضا نحن بنوقف استقبال اجابات السؤال, سؤال الحلقه اليوم اخبركم الاجابه بعد ما نخلص مكالمه ابو شهد. تفضل ابو شهد. الله يسلمك. بس أنا ذاك اليوم كلمتكم نقطة مهمة, إنه في وحدة بنت صغيرة عمرها 9 سنوات وفيها سكري. صامت أول يوم وما قدرت, خلوها تفطر, هل هي تكمل أحسن إلى الصيام ولا تفطر؟ لا يفضل إنها تفطر إذا فيها سكري. بدل ما حصل هذا الشيء
فيفضل والله لو سمحت دكتور، في عند السكر على طول يعني مرتفع 500 600 400، ما عم تنتظم بالأكل وعم يحاولوا أن يخلوها تنتظم بالأكل، تروح من وراهم يعني تأكل أكلات يعني حلو عصير كذا. لازم لا 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 لازم لا لا غير صحي تماما. راجب راجب مراجعة الطبيب. هل هي تابع عند حد تغذوي؟ لازم تتابع. هل هي تابع والله عند حد كنا حاطين مستشفى لطيفة بعدين طلعناها صرنا يعني ناخذها على مستشفى اللي هي مستشفى راشد، كنا لمستشفى راشد لا. بعدين قالوا خلاص جيبوا لنا تقرير من الهلال الأحمر عشان نقدر كل مرة بندخله ونساعده وكذا، وضعهم يسمح مرة بياخذوها مراجعة وكذا وأدوية وكذا. زين أنا بقول لك شغلة الآن مشاهد، بس عشان وقت البرنامج بشغلة على السريع، أن يا جماعة الخير أولياء الأمور هني أنتوا دوركم، يعني يجب أن يتم تقييم سلوك الطفل، وإذا الطفل ما بقادر تقيم سلوكه وهو طفل لما بيكبر شو بتسوي؟ فهذا هذا هذا يعني 9 سنين مش صغير أنه ما يفهم. بالضبط يفهم 9 سنين. والمشكلة في بعد إن هم جايين من يعني من سوريا جديد وما حاطيهم بالمدرسة، عم تنام الساعة 6-7 الصبح ما تفيق للعصر. والله أبو شهد موضوع وايد صعب، جزاك الله خير. وايد صعب كثير والله يعني الله يعني كل مرة بيصير موضوع بيد بيد أولياء الأمور بشكل كبير، لا طبيب ولا أي حد ممكن يساعدهم إلا هم ولي الأمور. شكرا لك يا أبو شهد. دكتور سؤال الحلقة مع الإجابة. إنزين سؤال الحلقة على السريع، التخلص من جفاف الفم لمرضى السكري، قلنا شرب الكثير من الماء أو شرب الكثير من العصائر أو لا تفعل شيء، يعني شو رأيكم ضيوفنا الكرام؟ ماي، شرب الكثير من الماء دكتور؟ لا تفعل شيء. كيف ما يفعل شيء؟ لا هو ممكن يأخذ مية بس يعني مش بكسر يعني. أثناء الصيام ولا كيف؟ جفاف. أريد السؤال دكتور. للتخلص من جفاف الفم لمرضى السكري. السكري. أي. يشرب وايد ماي. يشرب ماي. يشرب الكثير يشرب من الماي. السكري يشرب ماي. طيب نحن طبعا ما أدري فصل عندنا الأكاونت. إنزين الحين إحنا لو بغينا على السريع نصائح سريعة. ما عندنا وقت الحين دكتورة، نبغي بس كلمة أخيرة من عندهم هي، لأن عندنا أقل من دقيقة. تفضل دكتور. إنزين لو نصيحة واحدة مثلا أو كلمة أخيرة. كلمة أخيرة في 30 ثانية. الصيام الأطفال هو المهم، القدوة زمننا والقدرة بتاعت الطفل، والأغذية التي لا تسبب الجوع، ويأخذ السوائل التي لا تسبب التي تمنع العطش. حاولوا كثر الإمكان أن تكون وجباتكم 3 وجبات، حتى أن بعد الإفطار لين السحور ما في وقت، بس تحاولوا تكون 3 وجبات الإفطار وبين الإفطار وبين السحور والسحور، وأكثر من السوائل. إلى جانب النوم، لازم يبقى فيه نوم، ياخد وقت كويس في النوم الطفل، والاستحمام ده بيفيد. سؤال آخر، سؤال على السريع، عرق السوس زين حق الأطفال ولا عرق السوس؟ بيرفع ضغط ساعات في بعض الأحيان عند الأطفال. ها يعني مو بزين. فعلا ما ينصح. عنوان العيادة لو سمحتوا. أي عيادة؟ أنت ذكرت العيادة. العيادة. مستشفى لطيفة، عيادة الغدة والسمنة. مستشفى لطيفة، عيادة الغد والسمنة. أعتقد يكون كل أحد. زين كان في أحد طرش، نحن طبعاً انتهى وقت الحلقة، نحن شاكر لك دكتور أحمد عبدو أخصائي أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة، وشكراً لك أيضاً اختصاصية التغذية بمستشفى لطيفة لمية عبد الرحيم مصطفوي. وأيضاً في شخص طرش هذا المسج يقول السلام عليكم، ربحت معكم، اتصل معي في 5 أشهر ووعدوني معادلة اتصال، لكن للأسف ما حد اتصل. ترى البارحة أنا نوهت، وأولت البارحة بعد أعتقد نوهت يا جماعة الخير، إن شاء الله إن شاء الله يعني بعض الإجراءات الإدارية في هيئة الصحة، وبعدها الكل بيستلم الجوائز، بس يعني ما حد إنه بطوف عليه الجائزة. فيعطيكم العافية، مشكورين، وألف مبروك للفائزة معانا اليوم، خولة جمعة عبد الله هي الفائزة معانا. مبروك يا خولة اليوم. مبروك يا خولة، وحتى نلقاكم إن شاء الله.
الغد مع مواضيع جديدة. نحن شاكرين لك دكتورة مدري الحرمي على مرافقتك لنا, ومشكورين جميع مستمعينا, وتذكروا دائما أن أغلى ما نملك هم أطفالنا, فديروا بالكم عليهم, وإن شاء الله نتمنى الصحة والسلام للكل. إذن في الختام تقبل تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي, شكرا لك عيسى سبيل, وشكرا لك يا أميرة الغفلي, ودمتم بصحة وسعادة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.